او النوريوفين والنوريوفين او النوريوفين ما غاسش وداد ثمون ينسي ناس ينسي ناس ميريخ 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 هذا سيخي زمن هذا سيخي زمن. زكريا منطقة إفران هي منطقة معروفة في الأطلس بالأغنية الأمازيغية بالخصوص الفاجية ديال تمويت. أنت اليوم مع الجمهور ديال منطقة إفران فكرنا أنت أنك تصدر أغنية باللغة الأمازيغية. أولا بعد الأغنية دي حبينو هي ملعوبة على إيقاع الزياني، هي أغنية عندها إيقاع زياني وفيها نسمة ديال 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 الامازيغ وخا فيها كلام ديال الدارجه فيها الكلمه ديال حبينو هوا هوا حبينو هوا يعني قاصت مجموعه من الناس في المنطقه ديال الامازيغ والدليل على ان مجموعه من لي كوفر داروا في هذه المنطقه ولي الشرف انني ندير لو ستيل الامازيغ ديالنا يعني واخا بكلام ديال الدارجه ولكن الاهازيج والايقاعات ديالنا يكونوا موجودين وحاضرين بقوه. و اللي قلت لي الشرف انني ندير ديو مع فنانه يعني كيمثلوا هذه الاغنيه الامازيغيه منهم الفنانه الكبيره نجاة عتابو الفنانه الشريفه لملا الفنانه خديجه اطلس الفنانه